الشبلية المحاصرة بالثلوج بالأطلس المتوسط بإقليم الزلال، حالة ولادة متعثرة لسيدة في عقدها الرابع، دفعت السلطات المحلية إلى التدخل الفوري من أجل نقلها على متن مروحية تابعة للدرك الملكي إلى مطار مراكش. خلال هذه الرحلة تم تقديم الإسعافات الأولية لهذه السيدة من طرف الفريق الطبي التابع للدرك الملكي. الجهود القيمة للدرك الملكي أسهمت في إنقاذ حياة الأم ومولودها. امرأة تبلغ من السن 34 سنة، أم لطفلين، كانت حامل وفي ظروف صحية غير جيدة. كانت في الشهر التاسع قدمنا لها الإسعافات الأولية والضرورية، فقط كانت تعاني بعض الشيء من انخفاض في الضغط الدموي وفقر الدم، فكان وقدمنا لها ما كان يلزم من إسعافات، وتم نقلها بعد ذلك إلى مستشفى محمد السادس. ويعتبر إقليم الزلال نموذجا للعديد من المناطق والجهات المغربية التي تشهد تساقطا كثيفا للثلوج خلال هذه الفترة من السنة، ما يؤثر سلبا على حركة التنقل للمواطنين. دولية